السلام عليكم، انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونه. الحقيقه ان علم المبيعات من العلوم المهمه جدا والمؤثره جدا في حياتنا. الناس اللي شغاله في المبيعات بيعدوا الاكثر ربحا في العالم كله. قبل كده عرفنا ان المبيعات هي نوع من انواع التدريب والشغل على النفس، وبعد كده عرفنا ان المبيعات هي كمان نوع من انواع الفنون. النهارده في كتابنا هنعرف برضو ان المبيعات ديت هي نوع من انواع علم النفس. لو عايز تعرف اكتر عن سيكولوجية البيع وازاي تضاعف البيع بتاعك او ازاي تضاعف الربح بتاعك، اتفرج كويس جدا على الحلقة دي. في البداية حابب اشكر مستقلة.com عشان هو الراعي الرسمي للحلقة دي. اللي ما يعرفش مستقل.com فهو عبارة عن موقع بيتيح لك ان انت تستخدم اي حد من الناس اونلاين عشان يعمل لك لاما موقع، لاما يعمل لك مثلا موبايل ابليكيشن، لاما يعمل لك مثلا لوجو للشركة بتاعتك، او يعمل لك اي حاجة اونلاين ممكن تتعمل. هو من الاخر موقع بسيط وسهل وهيخليك تنجز مشاريعك في وقت قليل وبسهولة. لو عايز تعرف اكتر عن مستقل او عايز تشغل ناس عندك عشان يعملوا لك اي حاجه اونلاين، ادخل على اللينك الموجود في الديسكريبشن تحت. الكتاب اللي معانا النهارده هو سايكولوجي اوف سيلينج او سايكولوجيه البيع. الكتاب ده كتبه براين تريسي في سنه 1995، والكتاب واخد ريتنجز على جود ريدز 4.2/10. براين تريسي عنده شركه عالميه بتدي تدريبات لشركات كتيره جدا على مستوى العالم، وفي الكتاب اللي معانا النهارده براين هيشرح لنا ازاي بتتم عمليه البيع وازاي تزود منها. كل اللي هطلبه منك في الفيديو ده هو انك تركز معايا كويس جدا وتستخدم ورقة وقلم لو ينفع. الجزء الاول في الكتاب ده هو عبارة عن مجموعة من الاسئلة، لو جاوبت على كل الاسئلة دي بنعم يبقى انت مش محتاج تقرا الكتاب ده ومش محتاج برضو تشوف التلخيص ده، انما لو في اجابة واحدة مش ده معناها ان انت محتاج تقرا الكتاب ده كويس جدا. السؤال الاول بيقول لك هل انت فخور بالمهنة بتاعتك؟ السؤال الثاني، هل انت من ضمن ال20% الاوائل في المهنه اللي انت بتعملها؟ يعني هل انت من ال20% المتفوقين في الحاجه اللي انت بتعملها؟ السؤال الثالث، هل انت كلك على بعضك كده راضي عن نفسك؟ السؤال الرابع، هل في مشكله معينه في عمليه البيع اللي انت بتعملها بتخليك دايما ما تخلصش الصفقه بتاعتك؟ السؤال الخامس، هل ما بتعرفش تتعامل مع الرفض من العميل؟ يعني لما العميل بيقول لك لا انا برفض المنتج بتاعك ده، هل انت بتعرف تتعامل معاه ولا لا؟ السؤال السادس، هل انت من الناس اللي بتفكر تزود الدخل بتاعها عن طريق ان هي تنجح جدا في الحاجه اللي هي بتعملها؟ وهل فعلا لو عندك التفكير ده بتعمل حاجات عشان توصل للموضوع ده ولا بس بتفكر؟ طبعا مفيش حد هيبقى عنده اجابه او نعم على كل الاسئله دي الا اذا كان مركز في عمليه البيع كويس جدا في حياته وبيحبها كويس جدا. لو بقى في حاجه ناقصاك كمل معايا الفيديو ده وهي هتكمل جوه الفيديو. الجزء الثاني في الكتاب ده بيكلمنا عن فكرة إعادة رسم الأهداف. فاكرين قبل كده أخذنا مع بعض قاعدة اسمها قاعدة باريتو أو قاعدة 80-20، اللي هي بتقولك إن في 20% من الموارد بتطلع دايما 80% من النتائج. يعني مثلا لو في شركة مبيعات مكونة من 100 موظف، المية دول هيكون فيهم 20 موظف بيدخلوا للشركة 80% من الناتج بتاعها أو من الربح بتاعها. دي قاعدة ال80-20 اللي اخدناها مع بعض قبل كده، وهسيب لكم اللينك هنا لو عايزين تعرفوها اكتر. براين تريسي برضو بيقولك خليك انت دايما من ال20% اللي موجودين في الشركة بتاعتك دي. مش شرط تكون موظف في الشركة، ممكن تكون انت عندك الشركة الخاصة بيك. حاول دايما تخلي اي حاجة انت بتعملها هي في ال20% اللي فوق. خلي انك تكون في ال20% اللي في الاول، ده الهدف الاول بالنسبة لك. طب لو انت دلوقتي بقى جوه اصلا ال20% دي، حط لنفسك هدف تاني انك توصل جوه ال20% اللي جوه ال20% دي، يعني هتوصل لل4% اللي في الاول خالص. يعني لو الشركة اللي فيها 100 موظف دي، خليك انت في اول 4. بيقولك كده ان ال4% اللي في الاول هي دي الناس الاكثر ربحا في العالم، هي دي الناس اللي بتدخل اكتر فلوس في العالم كله. الناس اللي في اي شركة في ال4% اللي فوق هي دي الناس الاكثر دخلا. حد تاني يقولك يا عم ما الكلام ده بياخد مجهود ومش سهل ان هو يحصل. الفرق بين الحد اللي في الاول خالص سواء كان في ال20% او في ال4% وبين الناس اللي بتعمل اداء متوسط هو فروق بسيطة جدا. بيكون تغيير بسيط في روتين حياته، بيكون تغيير بسيط في روتين يومه. الفرق مش كبير صدقوني، ولكن الفكرة هنا هو انك تكون مركز دايما انك تكون في ال20% دول. البيع هي لعبة مكونة من جزئين، جزء ان انت يكون عندك الجول او الاهداف اللي احنا بنحطها دلوقتي، وجزء تاني هو ان يكون عندك الايمان انك تقدر توصل للاهداف دي.
ده كان تاني جزء بتاع فكرة إعادة رسم الأهداف. الجزء التالت في الكتاب ده هيكلمنا عن مشاكل عملية البيع. بيقولك إن البيع دايما في مشكلتين، مشكلة عند البائع ومشكلة عند الشاري. البائع دايما خايف من الرفض من ناحية الشاري، والشاري خايف إن هو يشتري حاجة غلط. اي بائع شاطر في الدنيا لازم ما يخافش من ان هو يترفض، بالعكس انت كل ما يجي لك رفض على المنتج بتاعك دي سكة انك تفتح كلام اكتر مع المستهلك بتاعك، تفهم دماغه اكتر، تحاول تقنعه اكتر بوجهة نظرك، او تحاول تقنعه اكتر بالمنتج بتاعك. اصل طول ما الحد اللي بيشتري مش بيتكلم معاك انت ما تقدرش تقنعه باي حاجه لانك مش عارف تتكلم معاه ازاي. انما اول ما يقول لك لا بس انا شايف ان المنتج بتاعك ده فيه المشكله الفلانيه، ساعتها تعرف انت تتكلم. فخليك دايما عارف كبائع ان انت مش المفروض انك تخاف من اي رفض من المستهلك، بالعكس استقبل اي رفض على اساس ان هو فرصة هتتكلم معاها مع المستهلك وتقنعه برضو بالمنتج ده. يبقى اذا الرفض هو فرصة. براين تريسي برضو قال لنا ان في كلمة واحدة بس في عملية البيع لو استخدمتها بشكل مظبوط هتعرف تعمل البيع بتاعك ده. الكلمة دي هي الانثوسيازم او الحماس. انت تقدر تقنع المستهلك بتاعك ان هو يشتري اي حاجة لمجرد حماسك. افتكر كم مرة في حياتك انت اشتريت اي حاجة لمجرد ان اللي كان بيتكلم عليها كان بيتكلم عليها بحماس. اي نعم ان الحماس المفرط ساعات بيخلي اللي قدامك يخاف، ولكن الحماس هو حاجة مطلوبة جدا. نيجي بقى للجزء الرابع، والجزء ده مهم جدا جدا وبيكلمنا عن الخصائص العشرة للسيلز بيرسون او لموظف المبيعات. حاول تشوف ايه الحاجة بقى اللي انت مميز فيها وايه الحاجة اللي انت محتاج تشتغل عليها. اول حاجة الثقة بالنفس، تاني حاجة تحمل مسؤولية النتائج، يعني لما حاجة تحصل ما تهربش منها، تتحمل مسؤولية اي حاجة تحصل. تالت حاجة طموح عالي، رابع حاجة جول اورينتيشن او معرفة الهدف، دايما عارف انت الهدف بتاعك ايه، انت لما بتعمل اي حاجة بتعملها عشان حاجة من وراها، بتتحرك نتيجة اهداف كبيرة انت حاططها والاهداف الكبيرة دي مقسمها لاهداف صغيرة. خامس حاجة الارادة، يكون عندك ارادة فوق المستوى الطبيعي كده شوية صغيرة. سادس حاجة قابلية انك تكون بتشتغل اكتر من الناس التانية، مش لازم في كل الاوقات هتشتغل اكتر منهم، ولكن لازم يكون عندك القابلية دي، لما حاجة تقف بينك وبين شغلك انت هتفضل شغلك على الحاجة دي. سابع حاجة ودي حاجة مهمة جدا، لازم تكون مؤمن في نفسك ومؤمن في الشركة بتاعتك ومؤمن بالمنتج اللي انت بتبيعه. لو انت بتبيع قلم جاف وانت مش حاسس ان ده احسن قلم في العالم انت مش هتعرف تبيعه. تامن حاجة لازم يكون عندك درجة كبيرة من التعاطف مع المستهلك، يعني مثلا لو المستهلك او العميل بتاعك ده من الاشخاص اللي هي كثيرة الحركة لازم تكون انت كمان كثير الحركة معاه، لو من الاشخاص الهادين لازم تكون انت هادي معاه، لو الشخصية دي شخصية مفرحة حاول تكون دايما انت كمان مفرح معاه، لو الشخصية دي شخصية كئيبة خليك كئيب معاه، خليك دايما في النقطة بتاعته عشان يعرف يشوفك فيها. تاسع نقطة لازم تكون امين مع نفسك ومع العميل بتاعك، يعني مثلا لو قالك ان المنتج بتاعك ده فيه مشكلة معينة والمنتج فيه المشكلة دي فعلا لازم تقول له اه المنتج فيه المشكلة دي، ولكن تحط له قدامها الحاجات التانية اللي بيقدمها المنتج ده. عاشر خاصية واخر خاصية معانا هو ان الشخص ده بيقدر يكون صداقات من اي حد كان غريب عنه، حتى سهل انه يقدر يوصل لاي حد في الدنيا. دي كانت الخصائص العشرة للسيلز بيرسون او لموظف المبيعات. شوف بقى ايه الحاجة اللي انت محتاج تشتغل عليها واشتغل عليها. لو ناخد بالنا الفترة اللي فاتت كلها في الكتاب ده كان براين تريسي بيكلمنا عن الموظف بتاع المبيعات، السيلز بيرسون ده عامل ازاي. الجزء اللي هناخده دلوقتي وهو الجزء الاخير في الكتاب بيكلمنا عن المستهلك او العميل نفسه. يا ترى العميل ليه بيشتري؟ لو جينا فكرنا في الموضوع مفيش سبب واحد بيخلي كل الناس تشتري، كل واحد عنده أسبابه الخاصة في إنه يشتري أي حاجة. في ناس بتحب المنظرة، في ناس بتحب الفاعلية، في ناس بتحب إن الحاجة تعيش معها أكتر وهكذا. اختلاف الحاجة عند العميل أو عند المستهلك هو اللي بيخلي في الآخر كل المنتجات تتباع. معرفتك أنت بقى كسيلز بيرسون بالحاجة ديت هو اللي بيخليك توظف المنتج المعين مع المستهلك المعين. قرار بقى ان العميل يطلع فلوس كده ويشتري الحاجة بتاعتك هو قرار عاطفي، يعني المستهلك هيشتري الحاجة دي لما يحس كده بعواطفه ان هو عايز يشتريها، لما يحس ان هو هيبقى مبسوط لما يشتريها، لما يحس ان هو خايف ان هو مثلا ما يشتريهاش. دايما حاول تلعب على الايموشنز او العواطف بتاعت العميل او المستهلك. لما عميل يقول انا هفكر في الموضوع معناها ان هو بيقفل الموضوع، لان الموضوع زي ما قلت لكم ما بيجيش بتفكير، بيجي بعواطف. طيب عشان يكون في ايموشنز او عواطف في الموضوع لازم المستهلك او العميل ده يتكلم، لازم يعبر عن نفسه، لازم تديله الفرصه ان هو يقول انا بحب كذا وما بحبش كذا. في نظريه برضو كان براين قال لنا عليها في الكتاب ده هي نظريه لوي الدراع.
طبعا هي ليها اسم تاني في الكتاب، ولكن بقول لكم اسم تاني يعني يثبت معاكم. نظريه لوي الدراع دي بتقول لك ان لما العميل اللي قدامك يقول لك مثلا انا اهم حاجه تهمني هي مثلا الامان، تفضل انت في كل جمله ترزع له كلمه الامان دي. اصل الامان سيادتك اللي انت بتهتم بيه لازم تعمل كذا، اصل الامان سيادتك اللي انت عايزه لازم تشتري المنتج بتاعي، اصل انت لو ما اشتريتش المنتج بتاعي الامان ده هيقل. تقعد تلوي دراعه بكلمه الامان اللي هو طلعها من بقه. دي من النظريات اللي الناس بتستخدمها في علم التسويق، والنظريه دي على فكره نظريه ناجحه. طب احنا كده اخدنا كل الحاجات الموجوده في كتابنا سايكولوجي اوف سيلينج او سايكولوجيه البيع. طيب هسيبكم مع التلخيص، ولكن قبل ما اسيبكم مع التلخيص هطلب منكم ثلاث حاجات بس. اول حاجه انك تعمل لايك وسبسكرايب للبيج بتاعت الزتونه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عشان تلاقي كل اسبوع تلخيص كتاب كامل في اقل من 10 دقائق. تاني حاجة انك تعمل شير للحلقة دي عشان تساعد بيها ناس تانية وتساعدني في ان انا اوصل العلم لناس تانية. تالت حاجة بقى لو عايز تساعد البرنامج مساعدة مادية ممكن تدخل على لينك الباترين اللي موجود في الديسكريبشن تحت او هسيبهولك كمان فوق هنا. اللينك ده هيوريك ازاي ممكن تساعد البرنامج مساعدة مادية وكمان تبقى شريك في البرنامج. شركاء البرنامج ليهم مميزات في كل حلقة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده. في تنبيه برضو رابع كده هو اخير، هو انك تخش تشوف مسابقة رمضان 2018. دي مسابقة جايزتها $100، فلو انت عايز تعرف ايه هي المسابقة دي ادخل برضو على اللينك ده. هسيبكم بقى مع التلخيص. كان معكم مايكل راشد، برنامج الزتونة. شكرا.